برضه احفظي ما عليك الفضائل كل. امال فين الموظفين؟ اديتهم اجازه عشان نتكلم عن راحتنا ونقول كل اللي احنا عاوزينه. اتفضلي اشرقت الانوار. يا الف مليون خطوه عزيزه. لا من فضلك ما تقفلش الباب. ليه؟ اذا سمحت والا هضطر امشي. خلاص تمشي ازاي؟ انت بس تأمريني وانا عليا التنفيذ. اتفضلي. ارتاحي. في ايه؟ انت بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا. ندخل في الموضوع. يا ريت علشان مش لازم اتاخر على الاولاد. شوف يا بنت الناس، انا عارف ان انت كنت زعلانه مني السنين اللي فاتت دي كلها، بس ده كان غصب عني. ما انت عارف خيريه مراتي وابوه زلط، ده غير انها كمان شريكتي في المصنع بالنص وما اقدرش اعمل اي حاجه الا بموافقتها. على فكره انا مش عاوزك تجيبيلها سيره اي كلام يحصل بينا. لا انت عارف انا لا بكلمها ولا بشوف. احسن برضو، قصدي يعني احسن ان كل واحده فيكم تبقى في حالها، وانا من ناحيتي خلاص انا قررت وحلفت يمين ربنا حاسبني على يوم القيامه ان انا هتكفل بمصاريف ولادك ومصاريفك انت كمان، والحمد لله الخير كتير. ايوه بس انا مش عايزاك لا تصرف عليا ولا على ولادي، انا عايزه فلوس جوزي اللي اديها لك بس. ما تستعجليش، انت مال طبعك حامي كده ليه؟ غمضي عينيك. اتفضلي. ايه ده؟ ده طقم 3 قطع، كوليه وخاتم وافيسيال. مش فاهم اي حاجه. ده عربون محبه بينا، ويبقى يوم المنى لو خليتيني البسك الكوليه ده بايديا. انت بتقول ايه؟ انا مستعد اديكي نن عينيا بس بشرط واحد. شرط ايه؟ نتجوز. نتجوز؟ في السر. نعم. مش عاوز اي حد يعرف، حتى ولادك مش لازم يعرفوا. انا اسطول عمري بحبك وكاتم جوايا، انما دلوقتي خلاص ناطر على وشي مش قادر اكتم حاجه تاني. انا هديكي كل اللي انت عاوزاه، هغرقك بالفلوس. يعني هو ده سبب اللي خلاك تيجي تزورني انا وولادي، مش جوزي اللي جالك في المنام عشان يوصيك علينا؟ انا ما كانش عندي مانع اعمل اي حاجه عشان اشوفك. ومال عناية منك؟ انت اصلك ما تعرفيش انا بحبك ازاي. اوعى ايدك لاكسرها لك، انا بقول لك اهو. وماله؟ قطعيني حتت مش هقول لك حاجه، اضربيني. والمثل بيقول ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. ده انت من يوم ما اتجوزك المرحوم وانا بحسده عليكي، بقول لنفسي طول عمره حظه حلو قوي في كل حاجه، حتى في التعليم هو خد الشهاده الكبيره وسابنا فرفر في الاعداديه. وانا كنت فاكره انك انت عايز ترجع لي حقي وحق اولادي. طول عمرك بتنهشه وهو حي وعايز تنهشه وهو ميت. وانهشه ليه؟ وانا يعني طالبك في الحرام؟ حرمت عليك عيشتك. لا لا لا، ليه كده؟ ليه اللسان الطويل ده؟ انت هتلاقي راجل احسن مني يسطرك. انا مستوره قوي من غيرك والحمد لله، ولو كنت اخر راجل في الدنيا مش هتجوزك، لانك مش بني ادم، انت ديب سعران ما عندكش ولا مشاعر ولا احاسيس ولا بتخاف ربنا. ماشي يا ست فاتن، وريني هتاخدي حق اولادك ازاي. حياة امي ما هتشوفي مني مليم واحد، واعلى مفخينك اركبيه. طب يا فاتن، طيب انا وانت والزمن طويل. الله، ما تمسكي نفسك بقى يا فات، ولادك يقولوا ايه لما يشوفوكي بالمنظر ده؟ يا ريتني لا رحت ولا جيت ولا شفت اللي شفت ولا سمعت اللي سمعت. لا يا حبيبتي، الهروب ما بيحلش مشكله.
تعرفي ان الراجل ده سافر وما عندوش مبادئ ولا كرامه؟ والله انت اول مره تعرفي. ما انا غلطت اقول لك ما تفرطيش في حقك، ده راجل ما يعرفش ربنا. طب وانا اعمل ايه يعني؟ ما كل مره بطلب حقي فيها وحق اولادي ما باخدش غير الاهانه والتجريح. فقلت اقصر الشر. هو ربنا قال كده؟ ربنا قال نفرط في حقوقنا؟ حقوق اولادك دي هتتحاسبي عليها؟ طب اديك فرطتي في حقك، كانت ايه النتيجه؟ بقيتي في الوضع اللي انت فيه دلوقتي. الترفع عن الحقوق ما بيحلش المشاكل. يا شيخ حرام عليك، ارفع عليه قضيه. يا اختي قضيه ايه؟ ما انت عارفه ما عنديش ورقه تثبت حقي لحد دلوقتي. سالم الله يرحمه كان حسن النيه، يوم ما اديله الفلوس ما اخدش منه ورقه. والنبي بلاش حجج، المحامين ليهم الف طريقه. وادفع المحامين منين؟ رقبتي سداد. وفرجي ان انا خسرت القضيه، ادفع لك انا تمن المحامين منين؟ والله العظيم اللي بتقوليه ده عيب، بس انا مش هحاسبك دلوقتي، خلينا في اللي احنا فيه. ولادك لازم يفهموا تركيبه مرشدي. بصي يا فادي، الفرصه لسه قدامي. انا لو منك اطلع افهم ولادي، اقول لهم الراجل ده سرق حقوقكم، من حقهم عليكي كأم ان هم يفهموا اللي ليهم واللي عليهم في الدنيا. حرام عليكي، سكاتك ده هتتحاسبي عليه. هي ماما مالها؟ دي جت من بره مش شايفه قدامها، وزي ما تكون كده بتعيط. مش عارفه يا تامر، دي حتى لما جت نازله ما ردتش تقول لي هي رايحه فين. انا قلقانة عليها قوي. انا قلقانة عليها اكتر منك، بس احنا هنعمل ايه بقى؟ هنفضل واقفين كده يعني ما نعملش حاجه؟ ايوه ادخل. في حاجه ماما؟ انا وتامر قلقانين عليكي قوي. في ايه يا ماما؟ مالك؟ مفيش حاجه، لا حول الله يا رب ولا اكني قلت حاجه. بعدين يا مرشدي، مش دراك ان فاتي مش هتروح لخيريه وتقول لها ان انت عاوز تتجوزها وصدمه هترجع لها فلوس ولادها؟ يا نهار اخبر، دي تبقى واقعه سودة. الكلام ده بجد يا مرشدي؟ ودي حاجه فيها زهره خيريه؟ بقى فاتن قالت لك انها عاوزه تتجوزك؟ يا صالح، لما كلمتني على الموبايل بعد ما نزلت من هنا قالت لي انا لازم اشوفك ضروري ضروري، في حاجه ما تستناش لبكره. انا قلت يا ساتر يا رب، اكيد عندها مصيبه، وطلبت مني اقابلها في كازينو. قلت لها كازينو؟ كازينو ايه يا فاتن؟ انا والناس تقول ايه؟ ده انت ست وحدانيه وكلام الناس كتير، بلاش كلام الناس. انت يا اخوخه لو عرفتي حاجه زي دي هيجرالك ايه؟ قلت لها لو عايزه تشوفيني تعالي المصنع. قلت اطمن على اولاد المرحوم سالم، اشوف جرالهم ايه، دول مهما كانوا من لحمنا ودمنا ومن ريحه المرحوم. انت فاتن لما جات لك المصنع طلبت منك انك تتجوزها؟ وساعتها يا ابني حصل لي اللي حصل لامك ده. شايف امك الشراحي طاق من عينيها والدم ضارب في نافوخها ازاي؟ تلاقي ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا بنت الناس؟ عايز تتجوزيني انا؟ انا راجل متجوز وعندي عيال، وإذا كان على الجواز أنت ممكن تتجوزي أي راجل، خصوصا إن أنت لسه صغيرة وحلوة، حلوة أوي. قالت لي لا يا مرشدي، أنا مش هتجوز حد غيرك أنت، أنت تعتبر عم العيال وأنت أولى بتربيتهم من أي حد غريب. أنت فات؟ قالت لك كده؟ آه، أصل ابني مسترجلاني ومستجدعاني، شايفة إنها راجل مال وهدومي. من أي ست تتمنى انا اكون جوزها حتى لو كانت دكتوره ولا مهندسه؟ بقى فاتن قالت لك كده؟ انا كان ممكن ما اقولكيش، خصوصا يعني بعد ما صدتها وفهمتها ان انا متجوز وعندي عيال. لا ومتجوز مين؟ خوخه اللي زي القمر، وش السعد والخير كله. بس قلت يعني انك لازم تعرفي عشان تحرصي منها. هاي، ايه في ايه؟ مالكم؟
بتعملي ايه يا خيري؟ ابعد عني سعادي احسن انا عفاريت الدنيا كلها بتتنطط وجهي. اوعى ده مين اللي بيخبط علينا بالطريقه دي؟ مش عارفه. ده زي ما كنت خيريه مرات عم مرشده. لا 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 وهي اللي هيجيبها دلوقتي في ميعاد متاخر زي ده. اعمل ايه؟ افتح لها ولا ايه؟ افتحوا افتحوا اللي حضرتك عليكم. ايه يا ستي؟ ايه يا ستي يا متوحشه؟ العماره هتتهد على اللي ساكتين فيها من رزعك. انت مين يا ستتي؟ انا مين يا اخويا؟ انا بقى بقربه الست الهانم البشمهندسه المتنوره المتعلمه الست فاتن خطفت الرجاله اللي مش لاقي راجل يلمها ويقول لها لعبها فين. ما تفرحش الكلام ده يا ست انت. الله ما دام فاتن ست محترمه. شلهي يا ست يا محترمه ولا هي محترمه بقى قوي زي ما انت بتقول كده؟ امال بتلف على جوزي ليه وعايزه تخطفه مني ومن عيالي؟ هي كانت قله رجاله يا خبر. الباش مهندسة عملت كده؟ عملها اسود اسود من قرن قروه. افتحي افتحي يا اختي افتحي لك صاروخ فوق دماغك وخلي اللي ما يقدر يتفرج على اختي. افتحي افتحي يا خطوة الرجالة. لا انا هفتح لها، انا مش ممكن اسيبها تتكلم بالشكل ده على ماما. هي فين؟ هي فين؟ فين يا طنط؟ طنط في عينك الطنط قال تقوليش متربيين قوي. جاتكم نيلة. انت فين يا فاتن يا خطاف الرجالة؟ انت فين؟ امك راحت فين يا بنت؟ كفاية بقى، انا مش هسمح لك تكلمي بالشكل ده على ماما. انت ايه يا روح امك؟ قوليلي بقى هتعملي ايه يا بنت الغالي؟ الظاهر بقى ان كلكم عاوزين تتربوا على ايدي. ايه ده؟ ايه التمليد يا ستتك؟ انت ما عندكيش قلب ولا رحمه؟ نعم يا اخويا، نعم يا اخويا، اسمع ما اقولك، انت مالكش دعوه، انت ما تتحشرش في اللي مالكش فيه. اسمعي يا ستتك، انت لو ما خرجتيش من هنا حالا انا هجيب لك بوليس نجده واقول لهم انك اتهجمت على شقتهم وهوديكي في 60 داهيه. كده ماشي 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 يا ابو الشهامه والمروءه. بقولك يا بنت انتي، انت تقولي لامك ان اللي حصل النهارده ده قرصة ودن، انما بقى المره الجايه لو هوابت ناحيه بيتي ولا جوزي هتبقى القرصه بالدم. فاهمه ولا لا؟ اوعى من سكتي، جاتكم 60 نيله ربنا ياخدكم. اوعى غرب. تامر في البيت لحسن انا قاعده كده مش مظبوط. ايوه يا فرح، انت بتصرخي كده ليه؟ في ايه؟ ده انا خليت اللي ما يشتري يتفرج، لميت عليها طوب الارض وصوتي كان جايب لاخر الشارع. بس اخ يا ناري لو كنت لقيتها كنت طحنتها بسناني دول. لا وانت ما شاء الله عليكي في العض بريمو، بس ما كانش له للزوم ده كله. ليه لازمتها الفضايح دي يا خيريه؟ طب لولاد ذنبهم ايه عشان تبهدليهم بالشكل ده؟ عشان اقدمهم كلهم وخلوهم بقى يرجعوا زي زمان وينسونا. اهو ده يا حبيبي اللي انا كنت عامله حسابه. لما الست الهانم دي تعرف انها مش هتطول مننا لا ابيض ولا اسود هتبتدي بقى تدحلب عليك وتجرجر رجلك علشان تتجوزها. يا ماما طنط فاتن لا يمكن تعمل كده ابدا. ما تقول حاجه يا ماما. معقول؟ معقول طنط فاتن جات لك المصنع وطلبت منك انك تتجوزها؟ امال يعني يا ابني انا هتبلع عليها؟ اللي انا اعرفه بقى ان طنط فاتن اخر واحده تفكر في الجواز دلوقتي. ليه؟ ناقصها ايد ولا رجل؟ انا عارف بقى. المهم اللي حضرتك عملتيه النهارده ده اكبر غلط وخلاص. بقولك ايه يا واد انت، انا مش ناقصه الحكم والمواعظ بتاعتك، نقطني بسكاتك. يعني انت بقى كنت عاوزني اعمل ايه؟ اروح لها يا حبيبي واخدها في حضني كده واقول لها كتر خيرك انك انت خطفتي جوزي ابو عيالي، ربنا ما يحرمنيش منك. انا مش عارفه انت طالع لمين يا واد انت، وانت عمال تدافع عنها بالشكل ده.
داخل انا فاضي. تصبح على خير. شفتي يا ماما؟ شفتي بابا قد ايه بيحبك ولا يمكن ابدا واحده تخطفه منك حتى لو كانت زي اللي اسمها فاتن دي؟ قولي لها تروح يا بنتي، قولي لها عشان تبطل شك فيا وتعرف ان مفيش واحده في الدنيا ممكن تاخدني منها. بقولك ايه يا توحة، حسك عينك لسانك يجي على لسان البت اللي اسمها فرح دي، بت اللي ما تتسمى ولا تقوليها كمان صباح الخير. لا من الناحية دي بقى تطمني خالص، طالما الست هانم امها كانت بترسم على ابويا وعايزة تخطفه يبقى من النهاردة ولا ليها دعوة بيها ولا هي ليها دعوة بيا، ولا على رأي المثل انا واخويا على ابن عمي. وانت ربنا يهديك وديل الكلب يتعدل. وانتي ربنا يهديك. الصدمة العصبية هتاخد لها يومين ثلاثة، بعدها هيتحسن وهيبقى احسن، بس بلاش تخلوه يتعرض لأي انفعال او ضغط عصبي. ان شاء الله ده مش هيتكرر تاني يا دكتور. الحالة دي اول مرة تجيله؟ ايوه. واضح ان ابن حضرتك حساس قوي، ان شاء الله لما يقوم بالسلامة لازم اتابع معاه عشان اللي حصل ده ما يتكررش، والدواء ده ياخده في مواعيده وبانتظام، وياريت اليومين الجايين ياخدهم اجازة من المدرسة. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. سيري وشك يا فرح. شكرا. مع السلامة. الله يسلمك. تامر عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا معززه. ربنا يطمنكم عليه. قولي للست فاتن انا قلبي معاه وربنا على الظالم والمفتري. انا لو كان فيا صحه زي زمان كنت جرجرت الست دي من شعرها وخليت اللي ما يشتري يتفرج عليها. مش مستاهله الحكايه يا معززه زي ما انت بتقولي ربنا على الظالم. بقى الست فاتن الاميره يتعمل فيها كده؟ طب هي لو كانت عايزه تتجوز ما كانت اتجوزت من زمان، ده جالها يجي 100 عريس وهي قالت لا، كفايه ان ربي ولادي. وعزيز خلاص الله يخليكي، خدي هاتين الدوشه انا مش قادره اقف على حيلي، ما ترجعني بقى نكمل كلامنا. انا اسفه يا فيت، انا اللي خليتك تخرجي، لولاي ما كانتش حصل كده. بس انتي ملكيش ذنب خالص، انا الغلطه غلطتي صدقيني. بالشكل ده حبيبتي ماما دي بستين راجل. لا يا طنطو صالحياتي الحقيقة، ما شفتيش النهاردة طنزيزي لما جت وكانت بتبص لي انا وتامر ازاي، ما شفتيش امك المرشدي لما جه زورنا هنا ونظراته لماما، ما شفتيش تليفونات المعاكسات، كل ده ليه؟ عشان ماما ست عايشة لوحدها بتربي ولادها ومضيعة امرها كله عشانهم. بس صار من فضلك اقعدي مع الولاد لحد لما انت رايحه فين يا فاتن دلوقتي؟ هاخد حقي وحق ولادي. بس عمال يخبط علينا كده في وش الفجر وعمال يرزع على الباب. مرشدي يا مرشدي مرشدي ما تقوم.
تفتحش السراح في البيت ده ابدا. العيشه طاها وانت ما تروحيش تفتحي ليه؟ عليكي نقش الحنه يا خالد. ما تروحش انت ليه اللي تفتح؟ طيب 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 يا عم يا اللي بتخطط. طيب يا عم. طيب يا اللي ما حليتلكش الزياره الا وش الفجر. فيه ايه؟ فاتن اوعى من سكتي. هو انت؟ ايوه انا يا ست خيريه يا اللي ما عندكيش ضمير ولا قلب. ازاي تجرؤي تخشي بيتي وتضربي ولادي؟ واضرب اللي يشدد لهم كمان. ده انا اكلك باسناني وارميك لكلاب السكك. انت ايه مالكيش كبير؟ انا اللي هعرف اربيكي. اخ راسي. انت هتعملي ايه يا خيريه؟ اوعي ترفعي ايدك على سيادك لاكسرها. والراجل ده لو كان اخر راجل في الدنيا انا ما بصلوش وما فكرش اتجوزه زي ما فهمك. ما تقول لها انت كنت عايز مني ايه في المصنع؟ ما تقول. ما قلت لها، قلت لها كل حاجه. في انت عاوزه مني ايه؟ ما تشوف الست دي يا سلامه. حق ولادي هاخده منك تلت ومتلت، وقسما عظما لو ما اديتي رجلك عندي في البيت تاني لا اكسرها لك. تهدي بس يا طنط. ده اخر انذار ليك يا خيرية. مرشدي اطلب لها البوليس يا مرشدي. بوليس ايه؟ يا ريت يا ريت يطلب لي البوليس عشان افرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. شايف؟ شايف الست البيكحه دي وجايه لحد عندي هنا في البيت وبتهددني؟ ما انت اللي بهدلتي ولادها الاول يا خيرية. انا ايه يا مرشدي؟ وانت واقف لي كده عامل زي شربت الخرج وشايفه وهي عماله تبهدل في مراتك كده كده يا فاتن. طيب اما شوف بقى هتقطمي رقبتي وتكسري رجلي ازاي. تعال انت بقى هنا تعال. الله الله الله. تقدر تقول لي بقى بسلامتها والكلام اللي عماله تلقحي عليا ده وتقول انك انت بتضحك عليا؟ ريا اللوز مسكت اللوز كنت هروح فيها. انت برضو هتصدقيها؟ دي وليه بك حدي عماله تغمزلي طول ما بصالي. الله في ايه؟ هي جايه قصه تضرب اسفين بيني وبينك. ما تفهم امك وتوعيها هتوحى. ولا يهمك يا ماما، حقك انا هجيبهولك بكره الصبح. صباح الخير يا فاتن. صباح الخير يا أسرة. عامل ايه تامر النهاردة؟ زي ما هو. طيب خلاص انا هقعد معاكي بقى، مش لازم اروح الشغل النهاردة. لا يا وصال، انا عايزاكي تروحي الشغل وتعملي لي اجازة عرضة لمدة يومين اقعد فيهم مع تامر، وبالمرة وصلي فرح معاكي للمدرسة. متأكدة مش عايزة حد يقعد معاكي؟ اه والله متأكدة. وقولي الفرح تاخد كل الهدايا اللي جابها مرشدي ترجعها لتوحة في المدرسة، وتقول لها هديتهم الحقيقية وصلت. هي دي حقيقة عمكم، مرات عمك اللي مامتك كانت مخبيها عليكم. بس هي معذورة، تعمل ايه؟ خايفة عليكم. بس انتم مفروض دلوقتي كبرتوا، مفروض بقى تعرفوا اللي ليكم واللي عليكم. يعني عم مرشدي سرق فلوس بابا وطلب من ماما انها تتجوزه؟ حصل. ولما طبعا ما رضيتش راح قال لمراته العكس. طب احنا نعمل ايه بقى؟ احنا لازم ناخد حقوقنا، لان ساكت عن الحق شيطان اخرس. افهميها كويس قوي، حقك لازم تاخديه.
تاني عم حمام هنا والنبي. عم مرشدي واولاده خدوه مننا لحد كده، ده خساره حتى ان هدايهم ترجع لهم، انا ارميهم في الشارع احسن. اهلا يا ست فرح. على الله علقت امبارح تكون جابت نتيجه، والست ماما تدور لها على عريس تاني غير ابويا. مريض يا توحة. فرح فرح فرح، صحيح اللي توحة دايرة تقوله البنات في المدرسة ده؟ انتي مامتك، قصدي يعني هي كانت عايزة تتجوز عمك؟ صحيح، خير انتي اعمل شر انت تلقى. يلا يا بنات. فرح انتي هتسيبيها تهزقك كده وسط البنات من غير ما تعملي حاجة؟ والست ماما تدور لها على عريس تاني غير ابويا. بس المفروض بقى احنا ما نسكتش عن حقنا، لان الساكت عن الحق شيطان اخرس. حقك لازم تاخديه، افهمي ده كويس.